نحن البشر صناع واقعنا، نصنعه بإرادتنا ووعينا. واقعنا بين الأسئلة والأجوبة، معي أنا أحمد برقاء. أيتها السيدات، أيها السادة، أسعد الله مساء وأسعد الله أيام. ما النقد؟ وأنا لا أقصد بالنقد هنا الأموال، بل عملية نقد الآخر. شو النقد؟ وما هو النقد؟ الذي هو ينتمي فعلا إلى النقد الحقيقي الذي يختلف عن النقد الزائد. بالنقد باللغة التحقق من صحة النقود، يعني من صحة الـ 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 الأموال، سموه نقد. نقد من هون جاءت كلمة النقود. هلا النقد بالتعريف تبيان ما هو جيد وحسن وسيء في شيء من الأشياء، بالسلوك، بالنصوص، بالأفكار، بالقيم، بالعادات، بالطبيخ، بالثقافة ككل. عندما يتحول شخص إلى ناقد فإنه ينقد شيئا ما، موضوعا ما، شخصا ما، عادة ما. هلا من أجل ماذا أن ينقد؟ لماذا ينقد؟ إنه أي النقد بوصفه مستويات مرتبط بموضوع النقد. إذا سلك شخص ما سلوك سيء ننقده ونقول له سلوكك سيء. بالعكس، إذا كان سلوك شخص ما جيدا نمتدعه ونقول له سلوكك جيد. إذا انتقلنا إلى مستوى أعلى، هناك النقد الذوقي. النقد الذوقي، النقد الذوقي هو نقد يحتمل الوجهين. بمعنى أنت تقول أن هذا الطعام ممتاز وذوقه رائع، أحد يأتي آخر يقول لك لا، إن هذا الطعام ليس جيدا، لا تعجبني، لا يعجبني هذا النوع من الطعام. أو إنك ترى لوحة ما فتقول هذه اللوحة ليست جميلة، آخر يقول لك لا، هذه اللوحة جميلة. الفرق، ما الفرق بين نقد الطعام ونقد اللوحة؟ وكلاهما ينتمي إلى الذوق. نقد الطعام مرتبط مباشرة بالذوق الحسي، باللسان، بالذوق الحسي باللسان. أنت طعمه لم يعجبك، هذا نسميه نقد حسي. الآخر وجده حسن فاختلف رأيه عن رأي. لكن نقد اللوحة ليس هو نقد الحواس الحسي. صحيح أنني أرى اللوحة بحواسي، بعيوني، لكنني أرى اللوحة بعيون ثقافية تفهم باللوحات، تعرف ما معنى الجمال في اللوحة، تدرس فن الرسم، تعرف التناسق بين الألوان، ترى ما وراء اللوحة الظاهرة، ما معناه. أدركتم؟ إن النقد هنا إذن يحتاج إلى معرفة ليس في اللوحة فقط، بل بمضمون الرسم ككل. يختلف الناس أو النقاد حول لوحة الجوكاندا أو أي لوحة أخرى، فإن اختلافهم هذا ناتج عن معرفة بالفن. بالمناسبة
فان كوخ فنان تشكيلي مهم في حياته، لم يرق لأحد. بعد موته أصبح من أشهر فناني العالم. هذا مستوى في نقد الشعر، في نقد الأدب. هناك تخصص اسمه النقد، النقد الأدبي. هناك متخصصون في النقد. ما هو النقد الأدبي؟ ما هو نقد الشعر؟ ما هو نقد الرواية؟ قراءة جديدة للنص قد لا تخطر حتى على بال المؤلف. النقد الأدبي ليس عبارة عن شغل معلم مدرسة ابتدائي، هذا جيد وهذا حسن وهذا مش هيك. كشف ما وراء النص، قراءة في اللغة، في المعاني. يمكن أن أشير إلى سلبيات النص طبعا، وأقول أن لغة النص هي لغة ركيكة مثلا، يمكن أن أقول ذلك دون أي إحساس بالذنب. أنا لا أريد أن أشغلكم بمثل هذه الأشكال من النقود أو أشكال النقد، لكن هناك اختلاف بين البشر في مواقفهم السياسية والاجتماعية. في النقد السياسي نحن أمام ظاهرة، أو النقد الاجتماعي الثقافي أمام ظاهرة، وخاصة بعد دخول الناس على الفيسبوك وصار لكل واحد جريدته الرسمية. الفيسبوك هو الجريدة الرسمية للشخص، وصار قادرا على الدخول إلى بروفايلات الآخرين وصفحاتهم، فصار النقد هنا موقفا من صاحب النقد وليس من نصه. أعطيكم أمثلة كثيرة. نكتب مقالا حول الدكتاتور وسمات الدكتاتور وسلوك الدكتاتور والآثار المدمرة للدكتاتورية، نكتب مقالا عن الطائفية وخطرها، نكتب. يمكن للشخص أن يكتب، أنا ممكن أن أكتب أشياء وأخطئ فيما أذهب إليه، الإنسان خطأ، أو أنني مخطئ من وجهة نظر زاوية رؤية أخرى. النقد هنا، النقد الحقيقي هنا، أنني أتناول هذا النص وأظهر فيه نقاط ضعفه، ويا سيدي إذا وجدت نقاط قوة أظهرها أيضا. هذا هو النقد. هل في نقد المختلفين كلية؟ وهم لهم الحق في أن يختلفون، هم مختلفون عنا، لكن حتى المختلف مطلقا عنك يجب أن يمارس النقد بوصفه قراءة للنص. لكن يأتيك شخص، ما هو النقد بالنسبة له؟ شتيمة تصل حد استخدام أجهزة التناسل، شتم أجهزة التناسل، هذا ما عاد نقد، هذا شجار الرعاع، هذا شجار الذين لا قيمة لهم. أنت لا تستطيع أن تشتم صاحب النص لأن النص لم يعجبه، أنت لا تستطيع أن تحور النقد، نقد النص، إلى شتائم للشخص. إنك تهرب من النص، إنك تهرب من الحقائق التي ينطوي عليها النص، ولأنك تهرب من الحقائق التي ينطوي على النص فإنك تعول على الشتيمة والشجار مع صاحب النص. وهكذا تجد في السياسة على صفحات الفيسبوك والإنستغرام وما إلى آخره
الشتائم بما لا يمكن أن يحصى. هذا ليس نقدا. يعني أنت شو استفدت إذا سبيت صلعتي؟ أنا أصلع إيه؟ شو استفدت إذا سبيت صلعتي؟ أنا كاتب لك نص عم فبطح في العالم أو آخر بتقول له أنت يلعن، ليش يلعن؟ أو تستخدم كلمات نابية. لذلك هذه الأساليب الرعاعية ليست نقدا. النقد هو قراءة، اختلاف في زاوية الرؤية، الكشف عن الجيد، الكشف عن المرذول. كتبت مقال عنوانه المكبوت الطائفي في وتريات ليلية لمظفر النووي، فقط عن هذه القصيدة، وهو شاعر مهم أنا لم أنكر أهميته، لكني وأنا أقرأ وتريات ليلية رأيت لديه انحيازا طائفيا، فكتبت مقالا كبيرا دراسة مستندا إلى نصه، لم أأتي بشيء من خارج نصه إطلاقا، وأولت نصوصه تأويلا لا يخرج عن سياق القصيدة. يعني واحد بيقول أنا مع محمد شرط أن يدخل مكة بالسيف. طب الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل مكة بالسيف، إذن هو مش معه. أنا مع علي بدون شروط. فلما شخص بيقول أنا مع الرسول بشروط ومع علي بدون شروط بكون طائفي، ما في مجال. أنت مع نبي بشروط ومع ما أحد مش نبي بدون شروط. أنا أدرس النص، أنا لا أنتمي إلى، لا أنحاز إلى هذا وذاك، مش هيك. أنا أقرأ النص لأكشف عن جوهر الفكرة، القرامطة دفاع عنهم. فكشفت عن المكبوت الطائفي في هذه القصيدة ونشرت في مجلة نزوة العمانية ونشرت على صفحتي في الفيسبوك. جاءتني أشكال متعددة من الآراء والنقود، أشكال النقد، بعضهم أشاد بالنص وقال إنه هذه قضية لم نكن على دراية بها يا دكتور، وشكرا لك أنك كشفت عما لم نكن نعرفه، ما لم نكن نعرفه. آخرين وقفوا ضد النص نقدا موضوعيا، بالنسبة لهم موضوعي، إنه يا دكتور هذا ليس الأمر على هذا النحو، فالشاعر يقصد إلى آخره، إنه منحاز للفقراء ومنحاز للآخرين. كويس، هذا رأيي أنا أحترمه. أما بعض الآخرين شتائم مما هب ودب، على المسنجر وعلى ليه؟ أنت يعني لما بتشتم شو يعني سويت؟ يعني أنت لما بتشتم صاحب النص أنت شو اللي فعلته؟ يعني ألغيت النص ولا شو؟ هلا التنفيس الغضبي، التنفيس الغضبي ما إله قيمة. التنفيس الغضبي اغضب، لكن عبر عن غضبك بلغة تستطيع أن تقدم معرفة عبرها. النفس الغضبية اللي أشار إليها بزمانه أرسطو أمارة بالسوء، لا ينفع الانفعال الغضبي مع النقد، لا ينفع. هلا إذا إجا النقد من ناس جهلة أنت لا تكترث بالمسألة، لأنه هذول جهل، في شيء اسمه الجهل المقدس، هذول جهلهم مقدس. لكن أن يتحول مثقف يكتب شعر وقصة قصيرة وقصة طويلة وبيكتب مقالة إلى رعاعي
ويبدأ بالشتيمة لصاحب نص آخر، فهذا ما لم يخطر على بال أحد وما لا يخطر على بال أحد، لأن الرفعة في القول تدل على صاحبها. تناول أنت، خذ هذا المقال وقل هذا الرجل يتناول منحاز، حط واظهر كيف أنا أنحاز، أو كما أظهرت أنا انحياز مظفر إلى طائفتي. أنا لا أتحدث عن قضية شخصية، ما حتى لا يظن القارئ أنني هذه الحلقة عني، لا. وأقس على ذلك، صادق العظم كتب شغلة بسيطة أنا نقدت فيها بالمناسبة، اسمها العلوية السياسية. قلت له يا أخي مياريت في علوية سياسية، أنا نقدته، لكن النقد الذي جاءه من الآخرين شيء لا يصدق، من الشتائم. الشتيمة ليست نقدا يا سادة يا كرام، الشتيمة تعبير عن عجز بالقراءة واعتراف بما جاء في النص وعجز عن مواجهة النص، ولأنك عجزت عن مواجهة النص فإنك تميل إلى الشتيمة. أنت تستطيع أن تشتم الدكتاتور مثل ما بدك، حلله. طبعا الناس ما بتقدر تمنعها عن الشتيمة، الشتيمة هي شكل من أشكال الاحتجاج، نعم هي شكل من أشكال الاحتجاج، احتجاج على السلوك على إلى آخره. لكن القراءة والنقد أبعد ما يكون عن الشتائم. النقد كشف لحقيقة السلوك والنص. هلا أحيانا كثير من السياسيين يختفون وراء اللغة تحتمل ألف وجه، ما بدهم يقولوا الحقيقة. نقد السياسي هنا يكون عبر فضح ما ينطوي عليه القول الذي ينطوي على جملة أفكار يريد أن يخفيها. هناك نقطة مهمة أريد أن أنهي قولي لكم فيما يتعلق بهذا الموضوع. لا نقد بدون معرفة بالمنقود، لا نقد. وبالتالي من يريد أن ينقد قصيدة أو شعر يجب أن يعرف ماذا يعني نقد الشعر. من يريد أن ينقد السياسة يجب أن يعرف ما معنى السياسة وما هي الأهداف القابعة وراء الخطاب السياسي. المعرفة شرط ضروري، معرفة موضوع النقد شرط ضروري للنقد. أما أن تمارس عملية النقد وأنت جاهل بالمنقود سواء كان نصا أو سلوكا، فهذا يعني اعتداء على مبحث النقد، اعتداء على مبحث النقد. لذلك في الحياة هناك ناقد فني شغلته ينقد، هناك ناقد سينمائي، ناقد مسلسلات، ناقد شعر، ناقد سياسة، ناقد أدب، ناقد فلسفي. في ذلك لأنه موضوعات النقد متنوعة، وبالتالي النقاد متنوعون باهتماماتهم، باختصاصاتهم، وفي تناولهم لما يعجبهم وما لا يعجبهم. عندما تكون معرفتنا بموضوعات النقد عميقة يكون نقدنا عميق. شكرا لإصغائكم. يأتيكم عند 9 مساء ويعاد 1 ظهرا على راديو أورينت.